السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة حلوة قوي 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 لتنحيف البطن وإزالة الكرش فقط. ما تقلقوش، الوصفة سهلة جدا، البنات اللي حابة تخسس بطنها فقط والجوانب هتشيلي بطنك تماما، وما تقلقيش الوصفة مش هتنزل وزنك كله. يعني يا جماعة علشان نبقى واضحين مع بعض، الوصفة بتاعتنا لإزالة الكرش فقط مش لباقي الجسم، تمام؟ وبرضو هقول لكم على طريقة في الفيديو ده للناس اللي حابة تخسس البطن مع كامل الجسم، برضو هقول لكم في الفيديو ازاي نقدر نخسس البطن مع كامل الجسم وازاي نخسس البطن فقط. الوصفة سهلة قوي، الوصفة بسيطة قوي، واحلى حاجة فيها ان هي مفيدة جدا 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 للقولون العصبي، مفيدة جدا للناس اللي عندها التهابات في المعدة، والناس كمان اللي عندها غازات في البطن وعندها بتعاني على طول من الامساك الشديد بتشيل الامساك تماما، وكمان الناس اللي عندها انتفاخات في القولون ووجع ومغص في المعدة، يعني هتخفف لك ألم المعدة والغازات والامساك، وفي نفس الوقت هتزيل الدهون في البطن وهتحرق جدا. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو فضلا وليس امرا، اللايك بيفيدني يا حبايب قلبي، ومش هتخسري حاجة لما تدوسي لايك. الله يجازيكي خير ويسعد كل اللي هيسعدني باللايك والتعليق طبعا، وعناية ليكم، اي سؤال او اي استفسار حطوه في التعليق وانا عناية ليكم هرد عليكم دايما، انتوا اخواتي حبايبي. اول حاجة معايا هنا برطمان بالشكل ده، والبرطمان ده زي الكوباية بالظبط، يعني يا اما تجيبي برطمان يا اما كوباية، مقدار كوباية يعني. تمام، هنبدأ ان احنا ننزل بالمكونات، واول مكون معايا وهو الشاي الاخضر. زي ما انتم شايفين الشاي الاخضر يا بنات من الحاجات الروعة جدا جدا لتنحيف وحرق الدهون وازالة زيادة الكوليسترول في الدم، وكمان ممتاز جدا لصحة المعدة والالتهابات والانتفاخات بتاعة القولون. هناخد معلقة من الشاي الاخضر وهننزل عليهم ب زي ما انتم شايفين كده، ده الكركديه او الكركار، معرفش هو ليه اسامي تانية، برضو قولوا في الكومنتات. الكركديه يا بنات من الحاجات اللي بتحرق الدهون بشكل سريع جدا، ليه فعالية رهيبة في زيادة معدل الحرق في منطقة البطن خاصة البطن. هناخد 3 حبات بالشكل ده وهنحطهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تالت مكون معايا وده لازم تشتريه لانه رهيب في حرق الدهون، ومش بس رهيب في حرق الدهون، لا ده كمان ممتاز جدا 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 لصحة المعدة. احنا كمان يا بنات مش بس هنحرق دهون البطن، لا احنا كمان هنريح المعدة بتاعتنا وهنعالج التهابات القولون والتهابات المعدة وكمان الغازات والانتفاخات وعسر الهضم، يعني هنريح معدتنا جدا، هنعالج وفي نفس الوقت هنخسس. دي يا جبنات زهور البابونج، هنجيب زهور البابونج من عند العطار وهنبدأ ان احنا ناخد مقدار بالظبط معلقة، تمام، 2 معلقتين بالظبط من زهور البابونج. زهور البابونج تمام، هنبدأ ان احنا ننزل عليهم بالمية المغلية. هنملى الكوباية كاملة بالمية المغلية، تمام، وهنبدأ ان احنا نقلبهم كويس قوي. الموضوع ده هتعمليه بالليل وهتغطي الكوباية بتاعتك وهتبدأ تسيبيه من بالليل للصبح. لما هنسيبه من بالليل للصبح هيبقى بالشكل ده، تمام، هيبقى بالشكل ده، شايفين اهو، تمام. هنبدأ ان احنا ناخد المكون ده وهنبدأ ان احنا بعد ما نسيبه من بالليل للصبح هنبدأ ان احنا نصفيه. كل اللي احنا هنحتاجه ان احنا هنجيب زجاجة بالشكل ده، وركزي معايا يا حبيبة قلبي، او ركزوا معايا بنات علشان اهم من الوصفة طريقة استخدامها، وانا غير مسؤولة عن اللي هيسيب الفيديو من غير ما يفهم
انا عايزه ايه اقول ايه في طريقه استخدام الوصفه. هنجيب زجاجه زي ما انتم شايفين كده تكون بالحجم ده، زجاجه مياه، زجاجه نظيفه، المهم ان احنا نجيب زجاجه بس تكون من الازاز مش من البلاستيك لان البلاستيك غلط. هنبدا نجيب زجاجه وهنبدا ان احنا نصفي ده، خلاص احنا هنركنه من بالليل هيبقى من منظره بالشكل ده. هنبدا ان احنا نصفي المشروب بتاعنا بالمصفى وهنبدا ان احنا نضيفه في الزجاجه دي. هصفيه وهضيفه في الزجاجه دي وهرجع لكم تاني علشان في وصفه تانيه مع الوصفه دي هقول لك طريقه استخدام الاتنين، علشان من بدايه اول يوم هتلاقي بطنك بدات تنزل بشكل ملحوظ جدا. انا ضفتها في الازازه زي ما انتم شايفين او في الزجاجه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تمام. يلا بقى بينا نقول هنستخدم الوصفه دي ازاي، وركزي معايا كويس قوي وخلي بالك ما تسيبيش الفيديو علشان هقول لك هنعمل ايه في وصفه تانية. هنجيب كوبايه من الميه العاديه خالص، لا هي دافيه يعني، هي قصدي اسفه في يا بنات، تكون دافيه مش سخنه، تكون ميه دافيه، دافيه يعني زي دمعه العين كده تكون دافيه، تمام. هنجيب كوبايه ميه دافيه وهنبدا ان احنا نعصر عليهم نص ليمونه على الميه الدافيه، وممكن تستبدلي نص الليمونه بمعلقه صغيره، نص معلقه صغيره من خل التفاح، تمام. وهنبدا ناخد الزجاجه دي وهنبدا ان احنا ناخد منها بالظبط اهو مقدار معلقه كبيره، هي المعلقه دي صغيره بس غويطه فهتديني مقدار معلقه كبيره، معلقه كبيره من المكون ده على كوبايه الميه اللي بالليمون الدافيه. المكون ده اللي محطوط في الازازه هيقعد معاكي لمده اسبوع، هتشيليه عندك في التلاجة وهتستخدميه يوميا. طيب المشروب ده هيتشرب كل قد ايه؟ ركزي معايا، المشروب ده لتخسيس البطن فقط، هنشربه مره واحده يوميا على الريق قبل وجبه الفطار بنص ساعه. لو حابه تخسسي جسمك كله يبقى هتشربيه 3 مرات في اليوم قبل كل وجبه بنص ساعه، تمام. المشروب ده كفيل لازاله دهون البطن لو هنشربه مره واحده في اليوم، وهتلاحظي فرق من اول يوم، تمام. الزجاجه دي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشيلها في الثلاجه وهناخد منها وهنستخدمها بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي. طيب بالنسبه للناس اللي حابه، طبعا احنا ما ينفعش نخسس البطن من غير ما نشد الترهلات، لان البطن لما بتخس بتكون تخينه وبترجع تفش زي البالونه بالظبط، لما بتنفخيها وترجعي تفشيها تاني بتبقى مترهله وبتبقى مكرمشه، فبيبقى حتى منظر البطن مش حلو حتى بعد ما تنزلي البطن. فاحنا كل اللي احنا هنعمله هنعمل حاجه كده بسيطه قوي، هتدهنيها على بطنك علشان تشد الترهلات، واوعي تسيب الفيديو علشان ده لازم تعمليه مع الوصفه دي عشان عايزه نتائج رهيبه. دلوقتي هقول لكم هنعمل وصفه شد الترهلات ازاي. هنجيب معايا هنا بولة بالشكل ده، وطبعا الوصفة دي تنفع لشد ترهلات الصدر، الذراعين، البطن، الساقين، اي مكان في جسمك فيه كرمشة او خطوط او ترهلات هتتشد تماما. كل اللي احنا هنحتاجه هنحتاج معلقة من القهوة العادية خالص، القهوة العادية، وهنحتاج زيت زيتون، زيت زيتون، كل اللي احنا هنحتاجه من زيت الزيتون بتاعنا نص معلقه صغيره، وهندوبها كويس قوي بالشكل ده اهو مع زيت الزيتون والقهوه مع بعض، تمام. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتاخدي المكونات دي وهتبداي ان انت تدهنيها على بطنك كويس قوي او على المكان اللي انت عايزه تشدي منه الترهلات، هتسيبيها لمده ساعتين وهتستخدميها يوميا مع المشروب السحري ده، تمام. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.